لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ومن جرعات علاج الكسل أيضا الإكثار من ذكر الموت، وهذا أتانا به الأمر المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الذكر وإنما الإكثار، كما في قوله أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. فذكر الموت يلين القلب القاسي، ذكر الموت يجعل العبد يحسن الاستعداد للآخرة، ذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، ذكر الموت يدمع العين، ذكر الموت ينشط العبد في الطاعات ويزهده في الشهوات ويجنبه المخالفات. حينما يتذكر دوما المصير ويتذكر الخاتمة فإنه يقبل على ما ينفعه ويزهد فيما لا ينفعه. قال ابن حجر رحمه الله: يتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. تخيل، كل هذه ثمرات تتولد من طول الأمل. طول الأمل نسيان الموت، طول الأمل ألا تكون للإنسان رغبة إلا في الدنيا، أن يزهد في الآخرة، أن ينسى الآخرة. قال: يتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه، رقة من؟ القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت أو بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة، كما قال تعالى: فطال عليهم الأمد، أكمل، فقست قلوبهم. وقيل: من قصر أمله قل همه ورضي بالقليل. وفي المقابل: من أطال الأمل أساء العمل، من أطال الأمل أساء العمل. هذا أحد طلاب الثانوية، اصحى معي، هذا أحد طلاب الثانوية العامة، بل من الأوائل على الجمهورية، فسئل عن سبب تفوقه فأجاب: جعلت الامتحان أمام عيني من أول يوم في الدراسة. جعل إيه؟ الامتحان، ساعة الامتحان أمام عينيه دوما يفكر فيها، وبالتالي أورثه ذلك النشاط والاجتهاد في الدراسة، فأدى ذلك إلى ما رأينا من هذا التفوق. ماذا سيحدث لنا ترى في آخر أيام عمرنا، في آخر ساعتنا، في آخر دقائق في العمر؟ على ما ستغلق الصحيفة؟ ما آخر الكلمات التي سنتفوه بها؟ كيف ستكون ساعة الامتحان في القبر؟ كيف ستكون صورة القبر؟ بمثل هذه الأسئلة ذكر نفسك الموت، وسل نفسك مثل هذه الأسئلة حتى يكون ذكر الموت على بالك، وسنذكر بعض الوسائل بعد قليل. قال أبو علي الدقاق رحمه الله: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. تعجيل التوبة لأنه لا يدري، ربما يموت قبل أن يتوب، يخاف أن يموت على المعصية. وهل وقع ذلك بالفعل؟ نعم، بل ويتكرر، هذا يموت على فراش الزنا والعياذ بالله تعالى، وكان قد أمل أن يتوب، وآخر يموت وهو يشرب الخمر، وثالث يموت وهو يتناول المخدر والعياذ بالله. وهذه قصص واقعية رأينا بعضها. دعيت في مرة لرجل يحتضر، فرأينا شيئا في فمه وشممنا رائحة كريهة، وهو لا ينطق بأي شيء، لا بلا إله إلا الله ولا يتكلم مطلقا. علمنا بعد ذلك أن هذا أثر الخمر في فمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومات على هذه الحال. فلذلك
الإنسان حينما يستحضر أن الموت ربما يفجأه في أي لحظة فهذا يدفع لتعجيل التوبة، لا يسوف قناعة القلب أن يرضى بما قسم الله عز وجل، لا يأخذ بالأسباب، نعم يعمل يجتهد لا يتكل لا يتواكل، لكن لم يرزق سوى القليل فإنه يرضى ويقنع بما رزقه الله سبحانه. كذلك النشاط في العبادة، لو أن الإنسان قيل له، وهذه لو تذكرون ذكرت بها أكثر من مرة، لو قيل للإنسان آخر 10 أيام في حياتك هي 10 الأواخر من رمضان، بالله كيف سيكون حاله فيها؟ آخر 10 أيام في حياتك، أنا أجيب، ستكون أفضل 10 أيام في حياتك. ليه؟ لأنها ختام الصحيفة، ختام العمل، سيحرص على أن تكون أفضل أيام في حياته. لو تذكرون أيضا قلت لكم في دروس الاستعداد لرمضان من أعظم أسباب الاجتهاد في رمضان وأن يكون أحلى رمضان في حياتك فعلا أن تتخايل الموت في أيام رمضان وبعد رمضان، وكأن ملك الموت سيقبض روح الإنسان أول يوم من شوال، يترقب ذلك ويستحضره ويتفكر فيه، وبالتالي فإنه يبادر طي صحيفته، كل يوم يراه غنيمة، كل يوم يعيشه المؤمن كما كان بعض السلف يقول هو غنيمة، وبالتالي يحسن استقبال ذلك اليوم، يخرج أحسن ما عنده في ذلك اليوم، وهذا لا يتنافى مع الطموح ومع الاجتهاد في الدنيا ومع الاجتهاد في الأعمال ونيل أحسن الشهادات، لا تعارض أبدا، لكن مع اجتهاده ذلك هو مستعد في أي لحظة أن يلقى الله عز وجل، ونشاط العبادة. في المقابل ومن نسي ذكر الموت عوجل بثلاثة أو عوقب: تسويف التوبة، ترك الرضا بالكفاف، التكاسل في العبادة، كما نقل ذلك عنه القرطبي في التذكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا. أولئك الأكياس، أكياس جمع إيه؟ كيس، وهو الفطن الذكي. أفضل المؤمنين من؟ أحسنهم خلقا. إذن يا من يبحث عن الأفضلية عند الله في الاعتكاف وخارجه، أنت المقياس على نفسك، هل أنت صاحب خلق حسن؟ ليس الإحسان فقط كما تسمعون وأكرر في كلمة التراويح فيما بينك وبين الله، بل وكذلك فيما بينك وبين الناس. أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم، لسه أي، أكثرهم للموت ذكرى. طيب ذكر الموت ماذا أورثه؟ لسه قايلها برضو بعدين، وأحسنهم له استعدادا. انظر للتلازم، أكياسهم أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. إذن كثرة ذكر الموت أورثته إيه؟ حسن إيه؟ حسن الاستعداد له. أولئك الأكياس كما في السلسلة الصحيحة. ذكر الموت يخلص النفس من التعلق بالشهوات الأرضية والعيش لها. ذكر الموت هو الماء البارد الذي يطفئ في قلب صاحبه نيران الشهوات، فيعلم حقيقتها الترابية، ويتطلع حينها لنعيم لا يزول وقرة عين لا تنقطع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإن سألت كيف يكون ذكر الموت، لأن أحيانا الأمور تكون ضبابية عند البعض، تكون الأمور ضبابية عند البعض، إن سألت كيف يكون ذكر الموت، فاسمع أولا هذا الموقف من الحسن البصري، ثم نذكر وسائل تعينك على الإكثار من ذكر الموت. قال الحسن: كان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ من إخوانه، إذا بلغه موت أخ من إخوانه قال: كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف. كل ما يوصله حد مات، فلان مات، يقول والله ده أنا كان ممكن أكون إيه؟ أكون أنا اللي مت ده. كان ممكن ولا مش ممكن؟ نعم، كل يوم يبلغنا مات فلان مات فلان، وسيأتي اليوم الذي يقال مات فلان وهو أنا وأنت، ويترك فلان فيقول: كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف، فيزيده الله بذلك جدا واجتهادا. فردد الحسن هذا الكلام
غير مرة، فوالله ما زال كذلك حتى مات موتا كيسا، يعني من الكياسة وحسن الاستعداد للموت. كيف نذكر الموت إخواني؟ ما الوسائل؟ أسمع منكم وسائل ذكر الموت. زيارة القبور 1، تشييع الجنائز 2، 3، حضور المواعظ والاستماع للدروس المذكرة بالموت 4، نعم حضور الغسل تغسيل الموت، زيارة المرضى ممتاز، ما قالوها تشييع الجنازة، هي كمان القراءة، نعم. طيب نعدد معا هذه الوسائل. ذكر الموت يقع ويكون بالقلب واللسان والجوارح، ذكر الموت يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فبالتأمل والتفكر في المصير المحتوم والأجل المضروب، الفكرة، إعمال الفكرة في الموت كما ذكرتها في كلمة الاعتكاف الافتتاحية، أن يكثر الإنسان الفكرة في الموت. وطبعا هذا لن يكون سهلا إلا إذا كان الموت أصلا على باله، يعني أنا فيما أفكر أنا أو فيما تفكر أنت، الإنسان فيما يفكر عموما، الأمر الذي يشغله، يعني واحد عنده بنته بتتجهز، صح، عنده بنته هتتجوز مثلا، عنده ابنه في ثانوية عامة، يبقى تلاقي باله مشغول بإيه؟ بذلك. لذلك مع القراءة عن الموت وأخذ الأخذ بالوسائل التي سأذكرها ستصل إلى هذه، التأمل والتفكر في المصير المحتوم والأجل المضروب، التفكر في حال الإنسان بعد الموت، الأعين التي التذت بالحرام سالت على الوجنات، الأقدام التي سعت في الباطل دفنت في التراب، الأيدي التي بطشت وسرقت وعصت قطعت من مفاصلها ونزعت، الوجوه الناضرة والشعور الساحرة عليها التراب وغزاها الدود. بمثل ذلك يتفكر الإنسان ويجيل الفكرة في قلبه. اجعل لنفسك خاطرة ولو كل أسبوع يمتلئ قلبك بها، فيستشعر قرب الرحيل، فيحدث نفسه بزاد الآخرة ويشتد حرصه عليه. قال رجل لأحمد أوصني، قال له انظر إلى أحب ما تريد أن يجاورك في قبرك فاعمل به. قال له شوف أكتر حاجة أنت عايزها تبقى معك في القبر اعمل بيها، انظر إلى أحب ما تريد أن يجاورك في قبرك فاعمل به، ذلك لأن الإنسان إذا مات أحفت به أعماله كما ذكرنا. ذكر الموت كذلك يكون باللسان، كيف ذكر الموت يكون باللسان؟ كيف يكون ذلك؟ مع أنها وسائل متكررة وكلنا تقريبا يفعلها لكن غفلة عنها، الغفلة خيمت أيضا على القلوب فلم نعد ننتبه لها، بل ربما تحولت لعادة. لا اسمع كده، إذا استيقظت من النوم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن النوم موتة صغرى كما أن الموت نومة كبرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن الروح تنفصل عن الجسم عند النوم بحالة وصورة لا يعلمها إلا الله. فإذا أراد الله عز وجل قبض هذا الإنسان لم ترجع إليه الروح مرة أخرى، وإن كان في عمره بقية عادت إليه روحه مرة أخرى. ولذلك ربما رأيت النائم حينما تجول روحه ويحلم بأشياء، أنه مثلا يطوف بالكعبة وأنه يفعل كذا وكذا وكذا، وهذا إنما يكون بروحه فجسده لا زال على الفراش. فإذا قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا فلعلها تكون تذكرة لك بالموت، بل أن الإنسان يستحضر أنه ربما إذا نام لا يقوم من هذه النومة. وكم رأينا وسمعنا أحد الشباب بعد الغداء يقول لأمه سأنام وأخذ قليلا من الراحة وأيقظيني لصلاة العصر، ينام فتوقظه فتجده قد مات، شاب جامعي يعني في مقتبل العمر، يعني لا يتوقع أن يموت في مثل هذه السن. أحد الشباب أيضا يقول لأمه والله أيقظيني على موعد الطائرة،
فتجد الأم الأحوال الجوية سيئة ومضطربة، فتخاف إن أيقظته وركب الطائرة أن يحصل له حادث، فتتركه حتى فات موعد الطائرة، تأتي توقظه فتجده ميتا في فراشه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا يغني حذر من قدر، حتى وإن أخذ الإنسان بالأسباب له ساعة سيموت فيه. يتذكر العبد الموت كل ليلة مع منامه، بل ويتوقع إمكانية حدوثه إن ظن أنه معمر أو مخلد، رب شروق بلا غروب، ورب ليل بغير نهار، ورب نومة لا قيام بعدها إلا في أرض المحشر. كم من رجل أمسى من أهل الدنيا فأصبح من أهل الآخرة، كم من رجل أمسى من أهل الدنيا فأصبح من أهل الآخرة. كان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها، لعلها أن تكون منيتي النومة التي لا يقوم منها. يعني تكرار هذا حتى باللسان له أثر بلا شك، فين؟ في النفس وفي القلب. وقال يحيى بن يحيى بن قيس الغساني: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه، أني أستيقظ منه، ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه، يعني قلوب منتبهة. أما سمعت في الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت إيه؟ ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة. طب لماذا يذكرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصية إن كان لديك شيء تريد أن توصي فيه؟ وقال ليلتين، ليلتين، لأنه ربما يموت بالفعل. وأما ذكر الموت بالجوارح فله وسائل عدة، أولها زيارة المرضى، لأن زيارة المرضى توقف العبد على قدر نعمة العافية، وأن الأعراض ربما قطعت على الإنسان سيره في طريق الآخرة. الأعراض، الأعراض يعني الأمراض، يعني ربما تجد الأمراض تهجم على الناس وفي أسنان مختلفة. ربما ترى من ابتلي مثلا بمرض شديد كسرطان وغيره وهو بعده لا زال صغيرا، بل والله رأينا أو سمعنا عن بعض الأطفال في السابعة والثامنة وتذهب به أمه للمستشفى يجري الغسيل الكلوي، تخيل 7 سنين 8 سنين، والولد وهو صغير يعني لا يدرك، يريد أن يقطع الخراطيم التي توضع له في جسمه فيمسك الطبيب بيديه أو يربطه. فسبحان الله الأعراض تخترم الإنسان وربما يعني قطعت عليه الطريق إلى الآخرة. لذلك أقول زيارة المرضى، وحاول أن تجعل ذلك أسبوعيا، يعني ليس بإلزام، ولكن فعلا لو أنك حرصت على هذه الزيارة ولو حتى أي مستشفى عامة تدخل وتنظر في أحوال المرضى وفي الابتلاءات، هذا يعني يورث الإنسان نشاطا واجتهادا، لأنه يخشى أن يكون إيه؟ مثل هؤلاء، فيحدث نفسه: أجتهد في العبادة قبل أن أبتلى وقبل أن أصاب. لعله الإنسان لا يدري، فمع الثواب العظيم الذي يحصله الإنسان، اصحى معي، حينما يزور المريض، حينما يزور المريض هناك ثواب عظيم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يستغفر له كم؟ 70,000 ملك، حتى يمسي لو كان في الصباح، أو زاره غدوة، ولو كان زاره عشيا يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. ثواب عظيم، واستغفار الملائكة مقبول، بل لا يزال في خرفة الجنة، في خرفة الجنة وهو يعود المريض في جناها، بل يخوض في الرحمة، فإذا جلس عند المريض استقر فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه ثمرات، بالإضافة للثمرة التي ذكرناها النشاط في العبادة، أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. الثانية حضور المحتضرين، تجلس أمام الإنسان وتنظر كيف تخرج الروح، وهذه لها أثر عجيب جدا في النشاط، لأنه يرى مشهدا لا يزال يستعد له، كما كان الحسن أو غيره يقول حينما يرى المحتضر. كذلك تغسيل الأموات وتكفينهم،
وهذه لها ثواب بالإضافة لهذه التذكرة، من غسل ميتا فكتم عليه، كما في الحديث وذكره الألباني في أحكام الجنائز، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة، ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر له فأجنه، حفر له القبر يعني، أجر أو أجري عليه أجر مسكن أسكنه إياه إلى قيام الساعة. تخيل الثواب، أكنك مسكن الميت ده في مسكن وتاخد الأجر بتاعه إلى قيام الساعة. فلما نتكاسل؟ أنت ابحث عن مغسل الأموات في المكان الذي أنت فيه، وأعطه هاتفك، رقم هاتفك، قل له إذا كان هناك ميت فأخبرني، على الأقل كل شهر أحضر معه مرة تغسيل ميت وتكفينه، وانظر لأثر ذلك في القلب. بل كان بعضهم ربما يشهد المحتضرين والموتى فتعاف نفسه الطعام، يعني لا يريد أن يأكل، لا يريد أن يشرب بسبب الأثر الذي عاد إليه. وهذا موجود في السنة، اصنعوا لآل جعفر إيه؟ طعاما. ليه؟ فإنه قد أتاهم أو جاءهم ما شغلهم، يعني هذا الحزن ربما يشغل الإنسان عن الطعام والشراب. فكذلك الأمر بهذه التذكرة. أيضا زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة، تزهد في الدنيا، ترق القلب، تدمع العين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان يذكر أصحابه رضي الله عنهم بهذا المصير ويأمرهم بالاستعداد له. روى البراء رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال، خليك معي، قال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الأثر ذلك على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فزع، فبدر بين يدي أصحابه مسرعة حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، يعني نزل على إيه؟ على ركبتيه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفعل ذلك، بكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا، خذ الموعظة بقى، وقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، كما في السلسلة الصحيحة. إذن حضور المحتضرين، تغسيل الموتى، تشييع الجنائز، وقبل ذلك زيارة المرضى، زيارة القبور التي ربما لا نفعلها إلا عند وجود الأموات، يعني أكثرنا لا يزور المقابر إلا عند الإيه؟ تشييع الجنائز. لا، هذه عبادة مستقلة، أن تذهب خصيصا لتزور الموتى وتجلس هناك وتتفكر في المصير وتتخيل نفسك واحدا منهم وتتصور ما الذي سيكون معك في القبر وهكذا. لما حضرت أحمد ابن خضرويه المنية سئل عن مسألة، خد بالك كده كان الموت في قلوبهم كيف كان. سئل أحمد ابن خضرويه عند الموت عن مسألة فدمعت عيناه، بكى وقال: يا بني، كنت أدق بابه 95 سنة، يعني عمره 95 سنة، ويخبر أنه يستحضر هذه اللحظة منذ 95 سنة، كنت أدق بابه 95 سنة وها هو يفتح لي الساعة، لا أدري أيفتح لي بالقبول والسعادة أو الشقاوة، لا أدري أيفتح لي بالقبول والسعادة أو الشقاوة، فأنى لي أوان الجواب، فأنى لي أوان الجواب. إخواني، السنون مراحل، والشهور فراسخ، والأيام أميال، والأنفاس خطوات، والساعات رؤوس أموال، والمعاصي قطاع طرق، والربح الجنة، والخسران النار. يا من عليه منازل الموت تدور، وهو مستأنس بالمنازل والدور، لابد أن تخرج من القصور على التواني والقصور، لابد من الرحيل إلى بلاد القبور على الغفلات والفتور، أهلكك والله الغرور بفنون الخداع والغرور. تصلي بلا حضور، وتصوم والصوم بالغيبة مغمور، أما تعلم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ستحاسب والله على الأيام والشهور.
وترى ما فعلته من تقصير أو فجور في النهار والديجور، ستحزن بعد السرور على تلك الشرور، إذا وفيت الأجور وبان المواصل من المهجور، ونجى المخلصون دون أهل الزور. الباطن خراب والظاهر معمور، لو ذكرت الموت لو ذكرت القبر المحفور كانت عين العين تفور، ولو تفكرت في الكتاب المستور دفنت الاستغفار بين السطور، ولو تصورت النفخ في الصور والسماء تتغير وتمور، والنجوم تنكدر وتغور، والصراط ممدود ولا بد من عبور، وأنت متحير في الأمور تبكي على خلاف المأمور، لو أنك فعلت ذلك لأحسنت الاستعداد للقاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا يعني أوصي إخواني أن نقرأ ونستمع، هذه من الوسائل المهمة، القراءة عن الموت ككتاب مثلا أهوال القبور للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، والاستماع للسلاسل التي الحديث فيها يكون عن الدار الآخرة، ولو أن تجعل لنفسك درسا كل أسبوع وتستمع إليه، وسيكون له أثر طيب بإذن الله تعالى على حضور الموت في القلب والاستعداد للآخرة وإزالة الكسل عن العبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.